هنكمل مع بعض بارت 2. هناخد عايزين نميجر اللينس، عايزين نقيس اللينس. اللينس انا قلت مور طول او مسافه، تمام؟ طيب احنا قلنا ايه؟ عشان اقيس اي حاجه محتاجه حاجتين، المفروض بقى انتوا تسالوني ميجر طول وميجرنج يونت. ميجرنج طول اللي هستخدمها عشان اقيس بيها اللينس، وبعد ما اطلع الرقم ده لازم احط له ميجرنج يونت عشان تميز ان ده لينس. يبقى اول حاجه الميجرنج قلنا يعني اداه حاجه بروح اجيبها عشان اقيس بيها، وتاني حاجه الميجرنج يونت. عايزه اقيس لما انت ميجر يونت، عايزه اجيب، عايزاك تقيس لي البوك بتاعك، هتجيب ايه؟ هتجيب رولو، تمام؟ طيب عايزين نقيس الهايت بتاع الروم اللي احنا عايزين فيها دي، ارتفاع الروم هتجيب ايه؟ هتجيب متر. المتر ده بنسميه graduated tape. يعني ايه graduated tape؟ هو المتر ده شكله مش حاجه عامله كده اهو، وعليه درجات تدريج، متر 2 متر 3 متر وهكذا. فدي معنى كلمه graduated، يعني مدرج، يعني عليه تدريج. وتيب يعني شريط، يعني شريط مدرج، انا بقيس بالشريط عليه تدريج، تمام؟ طب انا هنا استخدمت رولر لما قست حاجات مالها شورت قصيره، زي ايه؟ زي البوك، زي كتابك، زي البنسل. طيب استخدمت جراديويتد تيب عشان اقيس حاجات عكس شورت، هنقول ايه؟ هنقول لونج. زي ايه بقى؟ زي الروم، تمام؟ طيب خلاص انا خدت التول قست بيها، طلعت رقم، عايز اميز الرقم ده، عايز يونت احطها عشان تعبر لي على اليوم. اليونتس بتاعت اللينس المفروض احنا واخدينها في المسم السنه اللي فاتت، ايه بقى؟ عندي 3 يونتس. الكلام ده مش جديد اصلا. لو هقيس حاجه صغيره زي البوك بتاعك او البنسل هتقول لي الاجابه بالسونتش متر. يبقى ده للحاجات الايه؟ السمول. هروح مستخدمه معاها سونتش متر. طب لو جيت قلت لك قيس الروم بتاعك هتطلعي هتقول لي ايه؟ 1.5 متر، مترين، ثلاثة، يبقى هتستخدم الميتر، يبقى في الحاجات اللارج المتوسطة. طب لو جيت قلت لك قول لي الديستانس بتوين اليكس اند كايرو، مسافة ما بين ديستانس ما بين تو سيتس، مسافة كبيرة قوي ما بين محافظتين، هتستخدم كيلو متر، فيري لارج ديستانس. هنا زي البوك قلنا برضو، والبن او البنسل، وهنا زي الكلاس روم بتاعك، وهنا زي الديستانس بتوين تو سيتس. يبقى انا النهارده عندي في حاجات لما بشوفها في الجملة، عشان الجملة بتبقى انجلش في ناس تتلخبط، في حاجات أول بشوفها بعلم عليها، فيجي يقول لي tool used to measure long distance مثلا، يبقى إيه؟ هو بيتكلم على graduated tape. طب يجي يقول لي unit used to measure unit، يبقى أول unit used to measure مثلا short lenses، يبقى بنتكلم على سنتيمتر. يبقى دايما انا مركز في السنتنس اللي بتجيلي في طول ولا في يونت، بيتكلم على لينس يبقى الاجابه يا رولا، او ساعات يقولها لك جراديويتد رولر يا جراديويتد تيب. بيتكلم برضو على لينس يبقى يا سنتيمتر يا متر يا كيلو متر. قال لي سمول لينس يبقى سنتيمتر بس هي اللي تنفع والباقي غلط، قال لي لارج يبقى المتر بس اللي ينفع والباقي غلط، قال لي مسافه طويله غير لارج يبقى الكيلو جرام بس، سوري كيلو متر، معلش انا اسف، يبقى الكيلو متر بس اللي ينفع والباقي غلط، تمام؟ احنا كده خلصنا، انا هقفل الفيديو، هنبدا مع بعض الماس في البارت اللي جاي.